تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي في التنسيق والمتابعة. اليوم عندنا الأستاذة نجاة السويدي، ومعانا مخرج المبدع دائما نمر محمد. يسعدني أني شاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير آمنة. أهلا فيك دكتورة، صباح النور والسرور. ومعاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعينا، أذكركم بأرقام التواصل معنا من خلال الأرقام الآتية 6005514114، والرسائل النصية القصيرة 4006. كما عودناكم مستمعينا قبل ما نبدأ حلقتنا، أذكركم بالمثلث الذهبي لوقايتكم وحمايتكم ضد كوفيد-19، واللي هي أولا لازم تغسلون إيديكم باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. اثنين، لازم تحافظون على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين لا تقل عن 2 متر. وثلاثة، لازم تعرفون كيف ترتدون كماماتكم بطريقة صحيحة وتحرصون على ارتدائها طوال الوقت. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة. في هاي الحلقة راح نتحدث عن آخر الدراسات العالمية، بتكون ويانا اسم الجناحي بتعطينا آخر المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي. راح نتحدث اليوم عن خدمات مركز دبي للأمراض الجلدية، وراح نتحدث بعد عن الأغذية في فصل الشتاء وعن تعدد الأدوية. وناخذ خبرنا العالمي اليوم، آمنة راح تعطينا آخر الدراسات والدراسة الجديدة. شو تقول آمنة؟ طبعا دكتورة، الدراسة الجديدة تقول أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك يحمي من أمراض القلب. وطبعا توصلت دراسة حديثة إلى أن التوقف عن أكل اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار 1/3. وطبعا وجد الباحثون في جامعة كلاسكو الإسكتلندية أن أكلي الأسماك كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بنوبة قلبية، ولديهم فرصة أقل بنسبة 22% للإصابة بفشل القلب، وأقل عرضة طبعا بنسبة 21% للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. طبعا آمنة، أنا أوافقهم الرأي أن المفروض الواحد ما يكثر من أكل اللحوم الحمراء، والمفروض هو يكون يعني يتناول كل الأكلات باعتدال، يعني ما يبالغ في أكلة معينة عن الأخرى. نعم دكتورة. وخبرنا الثاني اليوم، مرضى هشاشة العظام أكثر عرضة لكسر عنق الفخذ. الجمعية الألمانية قالت أن مرضى هشاشة العظام يعتبرون هم الأكثر عرضة لكسر عنق الفخذ بسبب ضعف بنيتهم العظمية. وقالت الجمعية أن كبار السن يندرجون أيضا ضمن الفئات الأكثر عرضة لكسر عنق الفخذ، نظرا لسهولة تعرضهم للسقوط والانزلاق أثناء المشي بسبب ضعف البنية العضلية والعظمية لديهم ومعاناتهم من الدوار بشكل متكرر. وتتمثل أعراض كسر عنق الفخذ في الشعور بآلام جدا مبرحة في منطقة الورك والحوض والأرجل، وبعد يلاحظون وجود كدمات وتورم في حوالين مفصل الورك وعدم القدرة على فرد الرجل المصابة، وطبعا ما راح يقدرون يمشون بطريقة صحيحة.
وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في إجراء الجراحة والخضوع بعدها للعلاج الطبيعي عشان نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الكسر، واللي راح تكون إنه تكون في محدودية في الحركة، ممكن يعانون من العرج أثناء المشي، آلام مزمنة، وممكن أيضا الأعصاب عندهم تتضرر، وممكن أيضا الأوعية الدموية عندهم تصير عندها أضرار. نعم. فطبعا أنا أذكر في حلقة من الحلقات استضفنا في العلاج الطبيعي وأيضا استضفنا أطباء في متخصصين في كبار السن، شدوا ونوهوا أن المكان لازم يكون مناسب لكبار السن، ونحرص أن يكون البيئة اللي هم عايشين فيها آمنة وسالمة حقهم آمنة. نعم طبعا دكتورة، مرضى هشاشة العظام مفروض أنهم ما يهملون أي آلام ممكن يعانون منها، لأنها بتأثر مستقبلا على صحتهم، خاصة مرضى هشاشة العظام. بالضبط، لازم يعني يحتاطون، يأخذون احتياطاتهم بزيادة شوي وينتبهون لأي عرض ممكن يعانون منه. نعم. ننتقل لزميلتنا اسم الجناحي، راح تعطينا اليوم آخر مستجدات السوشيال ميديا. صباح الخير اسمه. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور الدبي. ايش عندك اليوم من أخبار حق ناسمة؟ من ضمن الأخبار الحلوة اللي تم وضع قانون التواصل الاجتماعي، هي 1,400,000 عبوة دواء تصل لمنازل المرضى بالمجان على مستوى الدولة. هذا من ضمن مبادرة أو خدمة دوائي اللي أطلقتها هيئة الصحة في نهاية العام الماضي. ممكن الأشخاص يعني يحصلون أدويتهم وهم في منازلهم، من خلال أيضا ممكن يسوون الريفل عن طريق التطبيق الذكي بهيئة الصحة بدبي. معلومات الريفل هاي لأن وايد ناس يعني مؤخرا كانت عايزت لهم هذا، فممكن يدخلون على الأدوية عندهم قائمة الأدوية في التطبيق ويضغطون على مثل إعادة تعبئة، يضغطون عليها حتى إنه يصير لهم ريفل للأدوية الخاصة فيهم إذا كان يأخذونها بشكل مستمر. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نأكد عليها كيفية نزع الكمامة بشكل صحيح وآمن. مهم جدا لما ننزع الكمامات ما ننزعها يعني نشوف وايد أشخاص يوزونها كذي من النص ويسحبونها، لا يعني شوي يعني نكون لطيفين مع وجهنا وأذانينا أكثر، ننزعها بطريقة سليمة شوية ثمانية رحمارنا، وأيضا نرميها في سلة المهملات، لأنه يعني منظرها وهي مثلا على الأرض ولا على الطاولة مو حلو. فيعني هاي من ضمن الأشياء نحن دائما ننصح الآخرين، أول شيء إنك توقف العدوى، ثاني شيء تحطها في أماكن تعرف إن هي يعني لما راح يأخذون هالسلات المهملات راح يأخذونها بطريقة صحيحة بدل ما تفارنها على الأرض وتنشر الفيروسات في كل مكان. فنتمنى من الجميع يعني الحرص على نزعها بطريقة صحيحة والتخلص منها أيضا بطريقة صحيحة لسلامتهم وسلامة جميع من حولهم والمجتمع. تقريبا هاي من الأشياء اللي نحن كنا نأكد عليها قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات الاحترازية والإجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل، وخصوصا عند الالتقاء بأهاليهم من أصحاب أمراض مزمنة وكبار المواطنين. وغنتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء. طبعا أسماء تحدثت عن الكمامات، حتى هي نسيت تذكر أن المفروض ما نعيد نستعملها بعد ما ننزعها هاي الكمامات. أنا وايد أشوف ناس يعلقون الكمامة على مقبض السيارة ويعلقونها على مالة المراية عشان يردون يستعملونها بعد مرة. نذكر مستمعينا أن الكمامة فقط لاستعمال مرة واحدة فقط آمنة، خصوصا يعني ما عدا الكمامات القماشية، لكن الكمامات القماشية احنا لازم نغسلها بعدين نعيد استعمالها مرة ثانية. نعم دكتورة، شو مخاطر ان الشخص يرتدي نفس الكمامة اكثر من مرة؟ الناس اللي يعلقونها مثل ما قلتي، شو المخاطر اللي ممكن يعني يتعرضوا لها؟ لان هاي الكمامة انت اذا استعملتيها لمرة واحدة بعد حتى طريقة نزعها الطرف الازرق هذا هو يعتبر صار ملوث، يعني حتى احنا ننصحكم انكم ما تلمسون هاي الاطراف هذه، لانها خلاص نعطي طريقه التنفس وهذا نعتبر ان هاي الكمامه صارت ملوثه وغير صالحه للاستخدام لمره اخرى. وبعدين هاي الكمامات تصنع
على استعمالها فقط لعدد معين من الساعات، بعدها راح تفقد فعاليتها وقيمتها في الحماية. عسبتي احنا نقول لكم ان استعملوها لعدد معين من الساعات، واذا حسيتوا انها صارت مبللة او تمزقت او اي شيء تستعملون واحد ثاني. نعم دكتورة، وطبعا هاي من الأشياء اللي والإجراءات طبعا اللي المفروض أن الناس خلاص صار عندها وعي أكثر وأكبر لهذه الأشياء. يعني على كثر ما احنا نعيد ونزيد، بعد في ممارسات احنا نلاحظها خاطئة، حتى الطريقة اللي يلبسون فيها الكمام، الخشم يكون طالع ولا يحطونها على الذقن، يعلقونها في إيدهم، يحطونها على الطاولة بدون ما أن يحطون مثلا منديل، أو تعرفين يعني وايد وايد شفنا ممارسات خاطئة لما يرتدون الكمام وحتى لما يشيلونها. إن شاء الله دكتورة مع الأيام يصير لنا جميعا أيضا وعي أكثر وأكبر. يعني أي ما كنا نتوقع يعني نحط الكمامة بنحطها في أي مكان، بنحطها حذالنا، مفروض مثل ما قلتي نحافظ على هاي الكمامة، لأن نحن مرد نرتديها مرة ثانية مفروض نحطها على سطح نظيف أو نحط تحتها كلينكس عقب نحطها، سواء وخاصة دكتورة إذا كنا في المطاعم أو الأماكن المفتوحة واللي يعني فيها التواجد ناس كثار، يعني قبلنا ممكن يكونون قاعدين على هاي الطاولة، ويعني الله يعلم شو من أشياء موجودة على هذه الطاولة. الله يعلم، حتى يوم نتخلص منها نتأكد أن نرميها في سلة المهملات، لأن أنا يعني شفت كثير من الكمامات كانت موجودة على شاطئ البحر، والأطفال بطبيعة حالهم فضوليين ويحبون يلمسون الأشياء الموجودة، فإحنا جينا نعرضهم للخطر بعد بتركنا للكمام في الرمل أو على الشارع أو أي مكان. يعني إحنا نحرص أن نتخلص منها في مكانها الصحيح. نعم طبعا هاي كانت مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات مركز دبي للأمراض الجلدية. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. طبعا أعزائي المستمعين نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414 وللرسائل النصية 4006. وطبعا مثل ما عودناكم على فقرة خدمات الهيئة، واليوم فقرتنا عن خدمات مركز دبي للأمراض الجلدية. وطبعا يعتبر هذا المركز من المراكز التخصصية المتميزة في هيئة الصحة بدبي، واللي تقدم خدماتها المتطورة للمرضى وفقا لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية في هذا المجال. وطبعا للتعرف على هذا المركز وما يقدمه من خدمات متعددة، يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة فاطمة خليفة الحضري، أخصائي أول أمراض جلدية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح النور. أهلين. أهلا فيك دكتورة. يا هلا حبيبتي. ممكن تعطينا فكرة عامة عن مركز دبي للأمراض الجلدية؟ أول شيء أحب أشكرك على الاستضافة. بالنسبة لمركز الأمراض الجلدية طبعا يعتبر أول مركز متخصص لعلاج الأمراض الجلدية في دبي، وتأسس عام 2011، يتواجد فيه من أحسن الكفاءات من أطباء وممرضين وإداريين، مزود بأفضل التجهيزات والتقنيات الحديثة وأجهزة الليزر المتقدمة. نعم دكتور، الفئات العمرية المستفيدة من هذا المركز؟ المركز والله نعالج احنا فيه يعني كل الفئات العمرية بلا فئة عمرية، يعني من غير ما نحدد عمر فئة عمرية محددة. نعم. ونعالج جميع الحالات اللي تأتي لنا من مختلف الإمارات، ولا يقتصر فقط على مثلا سكان إمارة دبي، لا نشوف كل الحالات وكل الفئات العمرية. نعم دكتورة، شو هي الخدمات اللي يقدمها هذا المركز، مركز الأمراض الجلدية في دبي؟ ما شاء الله عندنا خدمات كثيرة طبعا، منها علاجات الأمراض الجلدية اللي هي الصدفية والإكزيما والبهاق والأمراض الثانية، عندنا الخدمات كاستشارة، وعندنا خدمات نعم تفضلي دكتورة.
فإن الخدمات الأمراض الجلدية اللي هي منها الصدفية والإكزيما والفهاق والأمراض الأخرى، عندنا أيضا يستمون عندنا أجهزة الليزر منها جهاز الإكزايمر وعلاج لعلاج البهاق، وعندنا جهاز الليزر لإزالة الوحمات والوشم، وأيضا جهاز الليزر لعلاج ندم ما بعد حب الشباب، عندنا جهاز الضوئي جهاز العلاج الضوئي لبعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما، عندنا علاج الكيب التبريد، وعندنا أيضا العلاجات البيولوجية الحديثة العلاج الصدفية والإكزيما ومرض الغدد العرقية والتقيحي. وحاليا يعني توجد عندنا خدمة الاستشارة السمعية والمرئية عن طريق الهاتف أو الابليكيشن، نتواصل مع المرضى اللي عندهم مثلا أمراض مزمنة ويحتاجون الأدوية، نكتب لهم العلاج المطلوب وممكن بعد نوصلهم العلاج، لأن فيه توجد عندنا خدمة توصيل الدواء للمريض. وبعد طبعا عندنا من الخدمات اللي ما ننساها المركز يوفر يسمون عندنا طبيب مناوب 24 ساعة طول أيام الأسبوع لعلاج الحالات الطارئة، طبعا نشوف مستشفى راشد أو مستشفى لطيفة أو مستشفى دبي. وأيضا من الخدمات اللي يوفرها المركز أن نقوم بحملات توعية للمجتمع عن بعض الأمراض المزمنة منها الصدفية والإكزيما، وبإذن الله قريبا يعني بيكون عندنا مركز الأمراض الجلدية متوسع وفي خدمات علاجية وتجميلية على مستوى أكبر بإذن الله. نعم دكتورة. دكتورة لو تحدثينا شوي عن الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الشتاء وبعض النصائح للمرضى بخصوص هاي الأمراض. هنا الأمراض اللي نشوفها أكثر في فصل الشتاء عندنا مثل الإكزيما، عندنا الصدفية، تكرمين عندنا فطريات القدم للبس الأحذية المغلقة فترات طويلة تتفاقم هذه المشكلة عندهم، عندنا الإكزيما الدهنية نشوفها بكثرة طبعا بالإضافة للأمراض المزمنة الأخرى على مدار السنة. نعم دكتورة، كيف للمتعامل اللي سمعنا الحين أنه يوصل لخدمات مركز دبي الأمراض الجلدية، كيف ممكن أنه يوصل لكم، يوصل لهذا المركز، كيف يأخذ موعد ويتواصل معاكم إذا هو كان يعاني من أحد هذه الأمراض اللي ذكرتيها؟ أوكي، هو أول شيء يصير المركز الصحي اللي هو تابع له، فرضا المركز مثلا شخص مثلا تابع لمنطقة البدع فور إكزامبل، يعني يصير البدع يشوف الطبيب العام يكتب له تحويل لمركزنا، وعلى هالأساس يسوي الموعد ويعني يتواجد على نفس الموعد اللي عطينا إياه. وطبعا حاليا الخوف البعض من الخروج من المنزل والذهاب للطبيب لأن تعرفين عشان جائحة كورونا فيهملون العلاج، مثلا ساعة ما يأخذون أدويتهم ممكن نقول لهم لا تخافون، على أساس مثل ما أنتوني ذكرت إن إحنا ممكن نسوي خدمات عن طريق الهاتف أو الأبليكيشن، وممكن نشوفهم يعني عن طريق الابليكيشن نشوفهم فيديو كول، الطبيب يشوف المريض واذا كانت الحاله المرضيه واضحه نكتب لهم العلاج، ويا انهم مثلا يجون يستلمون من العياده او حتى يعني يوصلوا لهم اياه. زين دكتوره، لو تعطين المستمعين بعض النصائح للامراض الجلديه اللي ذكرتيها المرتبطه بفصل الشتاء. الشتاء اول نصيحه طبعا الالتزام باستخدام الادويه سواء كانت موضعية أو تأخذ عن طريق الفم أو الحقن. بس أساس إن الحالة لا ما تزيد عندهم. الشيء الثاني التزام وضع المرطبات باستمرار لتفادي الجفاف، لأن مثل ما تعرفين في الشتاء يزيد عندنا الجفاف، فبالتالي مثل حالات الإكزيما والصدفية تشوفين شوي زادت لأن البشرة تجف باستمرار، فلازم يحطون المرطبات. والنصيحة الثالثة طبعا استشورون الطبيب متى ما دعت الحاجة. جميل جدا. في أنواع معينة من المرطبات دكتورة تنصحين فيها تحتوي على مواد معينة، ولا أي مرطب عادي بإمكانهم استعمالها؟ ممكن يستعملون أي مرطب، ولكن أنا أفضل طبعا نقول لهم لا تستعملوا المرطبات اللي فيها العطور، لأن بعض الأشخاص يتحسسون من بعض العطور ممكن تسوء حالتهم بدل ما تتحسن. بالضبط. وبعض الكريمات البعض يجهل مثلا انه اوكي يتحرى ان هذا الكريم فيه كورتيزون وهذا بيكون شيء بيفيدني، لا الكورتيزون لا يؤخذ ولا يعني يستعمل الا بعد اشارة الطبيب، يعني ما نحن وايدين حالات مثلا واحد والله ما اخذ الدواء هذا لان صديقه نصحني استعمله فات في حالته فيلا اوكي استعمل هالدواء بيفيدك، لا لان هذا الدواء ممكن يكون فيه كورتيزون ممكن يكون فيه شيء صحيح انه فاد الشخص الاول بس ما بشرط يفيد الثاني. فأنا أنصح من المرطبات اللي مثلا
ما فيها عبور تأخين. هذه أهم الأشياء. ومعظم المرطبات حاليا متواجدة في الإمارات في الصيدليات، يعني معظمها من هذا النوعيات زينة الحمد لله. دكتورة، لو تنصحين المستمعين بعض النصائح بشكل عام اللي لازم يتبعونها سواء كانوا مرضى أو غير مرضى، ببعض النصائح عشان يهتمون بالجلد أثناء فصل الشتاء، بشو تنصحينهم؟ مثل ما تو ذكرنا، المرطبات عشان ما يزيد عندهم الجفاف، فبالتالي ما يؤدي إلى إكزيما أو أمراض أخرى. ما نهمل علاج البشرة إذا كان شخص عنده حب شباب في الفئة العمرية، خاصة المتوسطة هذه اللي نشوفها شباب، واللي عندهم حب الشباب أنصحهم دائما يغسلوا وجوههم بالمنظفات الطبية مثل الغسول الطبي يعني اللي يناسب بشرتهم. وبالنسبة لكريم الشمس يهتمون، صحيح إنه في الشتاء مثلاً الواحد ممكن يقول لا ما في شمس ما بحط كريم الشمس أطلع على الشاطئ بيلس على البحر فترات طويلة، لا ممكن تؤدي هذه الأشياء إلى تعفين، ممكن يسوي لك حروق في البشرة تواجدهم تحت الشمس فترات طويلة خاصة الظهر. فإحنا ننصحهم يحطون كريمات الشمس، وحتى لو كان الشتاء ما عليه يحطوا كريم الشمس بس ما يتبشرتكم يعني. جميل جدا، هاي أهم النصائح اللي ممكن أقولها، وشربوا ماي وايد. دكتورة فاطمة خليفة الحضري، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. طبعا كانت معنا دكتورة فاطمة وحدثتنا عن أهم الأمراض اللي ممكن الشخص يتعرض لها أثناء فصل الشتاء، وذكرت العديد من النصائح اللي سواء الشخص كان عنده أمراض جلدية أو ما عنده أمراض جلدية، ومن ضمنها أنه آمنة حتى لو إحنا في الجو جميل والشمس أشعتها خفيفة. قالت الدكتورة أنه لازم تستعملون كريمات الشمس، لأنه الواحد ما يحس على نفسه ويقعد ساعات طويلة تحت أشعة الشمس بدون ما يحس، وممكن هذا الشيء يضره إذا ما كان حاط الكريمات الوقاية هذه. نعم، ودكتورة أيضا نصح المستمعين أنهم ما يهملون حب الشباب، ما يهملون الأمراض الجلدية اللي تظهر لهم مثل الإكزيما وغيرها من الأمراض. إحنا عندنا في الدولة الحمد لله مراكز متخصصة لعلاج هذه الحالات، يمكنهم أن يتوجهون لهاي المراكز، أو مثل ما ذكرت الدكتورة أصبح الموضوع الآن أسهل، ويمكنهم طبعا الاستشارة الهاتفية. طبعا هاي بتكون صوت وصورة ممكن للدكتور أيضا أنه يشخص حالتهم. ومثل ما ذكرت أسمى اليوم بداية الحلقة، يتم توصيل الأدوية أيضا للمتعاملين اللي غير قادرين طبعا أنهم يعني يوصلون للمستشفى أو لديهم حالات معينة. فكل شيء متوفر، ولكن على الإنسان أنه يكون واعي وأنه يعرف كيف يتصرف مع مثل هذه الأمراض الجلدية اللي تظهر له. بالضبط، يعني مركز دبي للأمراض الجلدية مثل ما ذكرت الدكتور عندهم العديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة المواكبة لأحدث التقنيات في العالم كله. فإحنا ننصح الجميع أنهم يأخذون إذا كانوا عندهم أي استشارة أي استفسار، شاكين من أن عندهم مرض معين، يلجؤون للخبراء الموجودين في هذا المركز. ومثل ما قلتي الموضوع صاير جدا سهل، حتى ما يحتاج أنهم يروحون، يعني يكونون موجودين هناك، يقوم الطبيب بعمل استشارة عن طريق الفيديو، وإذا استدعى الحال أنه يزور المركز بعدين هذه بتكون في النقطة الثانية والمرحلة الثانية أن يبدأ يزور الطبيب. نعم دكتورة، مع الجائحة استحدثنا أنظمة جديدة، ومع أن هيئة الصحة كانت سباقة وخدمة طبيب لكل مواطن كانت موجودة حتى قبل جائحة كوفيد-19، والآن صار لهذه الخدمة اللي استحدثتها الهيئة قبل الجائحة أيضا دور كبير في يعني في سهولة أو تسهيل رحلة المتعامل. في الحين المتعامل يمكن أنه يأخذ موعد على خدمة طبيب لكل مواطن، يكشف الطبيب وبعدها يتم تحويله لقسم
أو لمركز خدم مركز دبي للأمراض الجلدية؟ أنا شخصيا استعملت خدمة طبيب لكل مواطن كمتعامل وليس كطبيب، وبالفعل يعني بالعادة أنا أحب أجرب هاي الخدمات أشوف هل هي بالفعل مثل ما إحنا يعني ننصح فيها المستمعين. بالفعل هي خدمة جدا سهلة وسلسة، ووايد سهل إنك أنت تأخذين موعد وتستشيرين الطبيب، خاصة كبار المواطنين بالطبع. دكتورة يعني أنا علمتها على حد يعني على عمي، واستانس عليها وياب ولا الأدوية لين البيت، ونفس الشيء يدتي قبل المفروض تروح المستشفى عشان تاخذ الادويه، بس الحين لا، الموضوع اسهل، ممكن ان اي حد معاها في البيت ياخذ يعني ياخذها للاستشاره الاونلاين، وعقب توصلها الادويه للبيت بكل سلاسه بكل سلاسه. وهاي كانت فقره خدمات هيئه الصحه اللي تحدثنا فيها بشكل مطول عن مركز دبي للامراض الجلديه. مستمعينا الاعزاء، بنطلع لكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع اغذيه فصل الشتاء. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. رجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي لليوم راح تقول لنا يا آمنة. نعم، اليوم مصطلحنا عن جفاف الفم. طبعا يشير جفاف الفم إلى عدم إفراز الغدد اللعابية في الفم ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبا، ويرجع جفاف الفم غالبا إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان، ونادرا ما يرجع جفاف الفم إلى وجود أحد الأمراض اللي تصيب الغدد اللعابية مباشرة. وطبعا يساعد اللعاب في منع تسوس الأسنان من خلال إبطال مفعول الأحماض التي تنتجها البكتيريا، وكذلك الحد من نمو البكتيريا وإزالة جزيئات الطعام، كما يحسن اللعاب أيضا من إمكانية التذوق ويسهل من عملية المضغ والبلع. بالإضافة إلى ذلك يساعد الإنزيمات في اللعاب تساعد الإنزيمات في اللعاب في عملية الهضم. وطبعا كان هذا مصطلحنا لليوم دكتورة، اللي هو جفاف الفم. ومن مصطلح جفاف الفم بننتقل لفقرة التغذية وأغذية فصل الشتاء، وبتكون معانا في هذه الفقرة الأستاذة سامة المطيري، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. أهلا فيك، صباح الخير أستاذة سامة. صباح المستمعين. أهلا فيك. طبعا كلنا نعرف أن النظام الغذائي يختلف باختلاف فصول السنة، وطبعا انخفاض درجات الحرارة تخلينا نحس دائما بحاجتنا للطاقة وبالجوع، فممكن تخبرينا اليوم شو هي الأغذية المناسبة لفصل الشتاء؟ أكيد دكتورة، طبعا مثل ما ذكرتي راح أتكلم عن أغذية فصل الشتاء. طبعا كلنا نعرف أن كل فصل له وقتها وأغذية معينة تخلينا نستمتع فيها، يختلف نظامنا الغذائي باختلاف فصول السنة. فمثلا في الصيف نحب البطيخ والأشياء الباردة اللي تبرد على القلب، نفس الشيء في فصل الشتاء. لهذا الفصل بالذات له أغذية معينة تخلينا نستمتع بالأجواء الباردة وبنفس الوقت تساعدنا على تدفئة الجسم. نعم أستاذة سامة، عفوا بس إذا ممكن تعلين صوتك، وإذا لابسة السماعة تشلينها لأن شوي الصوت مباضح. طبعا فصل الشتاء يعد أكثر الفصول انخفاضا في درجات الحرارة، وتزداد معدلات الإصابة بالبرد والإنفلونزا والتهاب الحلق. لذلك فإن علينا الحرص على التغذية الصحية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتدفئة الجسم. نعم. ففي فصل الشتاء يحتاج الجسم إلى الطاقة والمحافظة على درجة حرارة الجسم، وهذا قد يتم عن طريق الغذاء الصحي والمأكولات الصحية، ومن أبرزها البطاطا الحلوة. طبعا منو منا ما يحب البطاطا الحلوة وهي مشوية في فصل الشتاء. نعم. والأجواء الباردة، وطبعا لاحتوائها على النشويات، وتمنحنا البطاطا الحلوة الدفء والطاقة. ننتقل للمشروب الذي أصبح حديث الجميع وصار جزء أساسي للتجمعات بين الأصدقاء والأهل، وهو الشوكولا الساخنة أو الهوت شوكولات، ويعتبر من المشروبات المفضلة لدى الجميع في فصل الشتاء، وهو يعمل على منح الجسم الطاقة والتدفئة، ولكن يجب علينا عدم الإكثار منه لأنه يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية ويجب تناوله باعتدال.
وننتقل إلى فاكهة الشتاء أو الكستنة أو أبو فروة أو شاه طلوق. طبعا تتعدد الأسماء ولكن لن نختلف على طعمه المميز، لأن الكستنة تعد من ألذ المأكولات في فصل الشتاء لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة للجسم كالدهون والنشويات والعديد من الفيتامينات، وأيضا تمد الجسم بالدفء. نعم طبعا ذكرتي لنا اليوم البطاطا الحلوة والكستنة والهوت شوكلت، يعني مصرة اليوم أستاذة سامة يوعينا من الصبح. لازم اليوم يلسع البر طبعا. بس مخرجنا وائل يقول انه ما يحب البطاطا الحلوة، فهل في خيارات تانية حقه؟ طبعا في ولا الكستنة بعد. طبعا راح ننتقل للذرة المشوية، وهي من اهم الاطعمة التي ترتبط تناولها في فصل الذرة المشوية وائل. وتعد الذرة المشوية وجبة مشبعة تساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء، وتعتبر وجبة خفيفة صحية، وتناول الذرة في فصل الشتاء يساعد على تعزيز الصحة وتقوية مناعة الجسم. طبعا هناك العديد من الأطعمة ولكن لن نتطرق إليها لضيق الوقت. وقبل الختام راح أنوه على نقطة مهمة جدا، وهي الرياضة في فصل الشتاء. طبعا مع وجود الأطعمة ومصدر للدفء في الشتاء راح تقل الحركة وراح نحس بالخمول والرغبة بالاسترخاء، لكن يجب علينا أن نمارس الرياضة، لأن الرياضة تساعد على تعزيز المناعة وأيضا تساعد على تجديد الدورة الدموية، مما يساعد على إبقاء الجسم دافئ لفترة أطول. أستاذة سامة ما شاء الله يعني أعطيتينا معلومات جدا قيمة يعني، وشكلها بالفعل اليوم آمنة إحنا راح نروح اليوم جلسة بر ونشيل كل هالأطعمة ونشيل كل الأكلات اللي ذكرتها أستاذة، يعني الله يسامحك أستاذة. بس بالعافية عليكم مقدما. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة أستاذة سامة أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي، يعطيك ألف عافية. شو أمنا شو من الأكلات اللي ذكرتها يعني أنت بعد ما تحبينها مثل وائل ولا؟ لا الصراحة كل الأطعمة اللي ذكرتها الأستاذة سامة كل الأطعمة أحبها، كل الأكل في الشتاء الصراحة حتى اللي ما تحبينه يستوي طعمه حلو. سبحان الله، أنا بس شيء واحد ما يعجبني الذرة اللي يحطون فيها 60,000 صوص وما خلوا شيء ما حطوا على الذرة، يعني أنا مو مستوعبة هذه. بس صراحة دكتورة الذرة روحها بدون الإضافات هاي ما شاء الله، يعني طعمها لذيذ ومثل ما قالت يعني الأستاذة سامة هاي الأطعمة يعني دايما نحتاجها في الشتاء، وممكن تكون أيضا مفيدة غير مضرة للصحة. بالضبط، يعني لما ضفتي لها الإضافات هذه أكيد راح تكون مفيدة وبتستمتعين فيها. نعم، وطبعا دكتورة من فقرة التغذية اليوم والأطعمة أطعمة فصل الشتاء بننتقل لفقرة صحة المسنين، واليوم طبعا دكتورة بنتكلم عن موضوع جدا مهم واللي هو موضوع تعدد الأدوية والاستخدام طبعا لأكثر من دواء في نفس الوقت، وبنتعرف على أسباب ذلك والأثر الإيجابي أو السلبي للأدوية، ومتى يكون هذا الموضوع مفيد أو مضر للصحة. وطبعا الحديث في هذا الجانب بيكون معنا الدكتور هيثم حسن مرسي أخصائي أول طب المسنين. صباح الخير الدكتور هيثم. صباح النور فيكم. أهلا فيك دكتور. دكتور لو تحدثنا شوي عن تعدد الأدوية ومتى يكون مفيد للمريض ومتى إحنا نقدر نعتبر أنه صار ضار عليهم. أوكي، بداية أنا أحب أبدأ الحديث أني أتكلم على إيه المقصود بالفعل بتعدد الأدوية أو اللي إحنا نسميه البولي فارماسي. باختصار شديد نقصد أن لما يكون المريض بيتناول أكثر من 5 عقاقير في نفس اليوم إحنا بنعتبره أنه بياخد أدوية متعددة. طيب إحنا لا يوجد شك أبدا عندنا أن الأدوية هي من أحد النعم الموجودة حاليا، وخاصة في آخر عقدين من الزمن مع اكتشاف الكثير والعديد من الأدوية. تقريبا عندنا أدوية تقدر مش أقول تعالج لكن تسيطر على أغلب الأمراض الموجودة، لكن ما ننساش أبدا أن الدواء هو عبارة عن سلاح ذو حدين. بمعنى فلنقول أن عندنا مريض، المريض عنده مرض معين، إحنا بنبدأ معاه دايما بطرق العلاجية الغير دوائية. لما يتم استنفاذ الطرق الغير دوائية زي اللايف ستايل موديفيكيشن، نزود الرياضة، نحاول نتحكم في الغذاء، وما زال المريض يعاني من المرض، بنحتاج أن إحنا نعطي الأدوية. بنبدأ غالبا بدواء أولي، إذا كان الاستجابة بعد كده جيدة معاه بنكمل عليه، لكن بعض الأحيان دواء واحد ما بيبقاش
كافي ان احنا نقدر نسيطر على المرض، وبنضطر في هذه الاحوال ان نعطي اكثر من دواء حتى نسيطر عليه. في هذه الاحوال بصراحه الموضوع مفيد، لكن للاسف في بعض الاحيان الثانيه بيكون استخدام الادويه المتعدده بيكون مضر للمريض اكثر ما هو مفيد. نضرب عليه مثل، وخلينا نتكلم على مثل من واقع العمل عندنا في مع كبار المواطنين او كبار السن. غالبا المرضى دول بيكون عندهم امراض متعدده، في بعض المشاكل المتعلقه بالكبد او بالكلى او ضغط الدم او السكري الى اخره. بيبدا المريض ياخذ دواء وبعدين ياخذ دواء اخر، ويظهر عليه بعد كده اعراض جانبيه من الدواء الاولاني، فيزور طبيب ثاني او مستشفى اخرى، ويقوم الطبيب الثاني بزياده دواء اخر، ونبدا نستمر في حلقه مغلقه او ما يسموه البريسكريبشن كاسكيد، ان احنا نزود ادويه في ادويه في ادويه. مع الوقت الادويه نفسها في بعض الاحيان بيكون في تضاد ما بينها، بيكون في زي رياكشنز ما بين دواء لدواء، يزود الجرعه المرجوه من الدواء او حتى يقللها، ونتعرض لاصابات اكثر بتؤدي الى ان الكواليتي اوف لايف بتتاثر، الحركه بتاعه المريض نفسها بتتاثر، ممكن يكون عرضه اكثر للسقوط، ممكن يكون عرضه انه يتم حجزه في المستشفى. طيب دكتور، هل هناك امراض معينه تتطلب وجود اكثر من علاج في نفس الوقت؟ نعم يا فندم، لكن صح ان احنا بنتبع الترتيب العلاجي للمرض، بمعنى ان احنا بنبدا دايما ونستنفذ كل الطرق العلاجيه الغير دوائيه اولا، بعدين نبدا نستخدم البروتوكولات المعتمده طبيا، ان احنا نبدا الدواء الاولاني، اذا استجاب لي المريض اوكي ما فيش بنزيد الدواء الثاني، ولازم يكون في متابعه لصيقه من الطبيب المعالج، نتاكد ان احنا حاليا المريض بياخد الدواء المناسب، ان مع الفتره بيتم تغيير حاله المريض، ممكن يكون احنا محتاجين نعطي ادويه اقل شويه. لكن في بعض الامراض زي امراض القلب او امراض السكري او امراض الضغط، في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نستخدم اكثر من دواء واحد في نفس الوقت. طيب دكتور، لو تنبه المستمعين عن أهمية الاستشارة الطبية قبل تناول أي علاج أو أي دواء، لو تذكرهم بس شوي بأهمية الاستشارة. طيب احنا أي دواء قبل أن يصرف للمريض لازم يراجع الطبيب المختص، لأن الطبيب بيشوف جميع الأدوية اللي بياخدها، وبيراجع كمان إذا كان في أي تداخل ما بين الأدوية، هل في تكرار لنفس الدواء، هل في تضاد ما بين دواء ودواء آخر. الطبيب بيتأكد أيضا هل الدواء هيصرف لعرض جانبي. في الحالة دي احنا مش بنفضله، بنفضل لو بناخد دواء بيعمل عرض جانبي ان احنا نوقف نفس الدواء ونعطي دواء equivalent لي ويتماشى مع المريض، بدل ما ان احنا نعطي دوائين في نفس الوقت فقط لنعالج side effect. حاجة تانية كمان، حتى الأدوية أو المكملات الغذائية، الفيتامينات، احنا مش عايزين نستهين بيها ونقول ان ديت يعني افيلبل وموجوده في متناول الشخص، لا، احنا بنعتبرها ادويه بصراحه. صحيح. ولازم تراجع مع الطبيب ومع الصيدلي، ويعني بنعمل زي دراسه للحاله بتاعه المريض ككل. ناكد برضو ان قبل بدايه اي دواء احنا بنعمل خطه علاجيه، بنحدد الجرعه، بنحدد كم مره بياخد المريض الدواء، لمدة قد ايه بياخد الدواء، وبعد كده لازم نعرف الاستجابة هتكون عن طريق ايه. جميل. يعني باختصار مع كل دواء بنحب نشرح بالضبط ايه الدواء، ايه الاعراض الجانبية المتوقعة اللي ممكن تحصل، ايه التحسن هيكون عن طريق فحص الدم، ولا التحسن هيكون عن طريق ان بعض الاعراض تتزول عن المريض، هنشرك المريض معانا في قصة الدواء. جميل. طيب دكتور، اكثر الفئات العمرية اللي تستخدم الأدوية المتعددة؟ تمام. بلا شك هي فئة كبار السن. احنا عندنا إحصائية بتقول ان اكثر من 80% من كبار السن اللي هم طاعين في السن اكثر من 65 سنة، اكثر من 80% منهم عندهم اكثر من 3 امراض في نفس الوقت. دوت طبعا هيستلزم انه بيشوف اطباء، ويستلزم انه هو بالفعل بياخد أدوية. بنوصل إلى أن 40% من كبار السن بياخد أكثر من 5 أدوية في نفس الوقت، فهم بالفعل هم أكثر عرضة لأخذ الأدوية وتعدد الأدوية والبولي فارماسي. وطبعا كنتيجة طبيعية هيحصل سايد افكت من الأدوية، اللي ممكن أن احنا بالمتابعة الدورية للأدوية
ومع الأطباء إن إحنا ممكن يعني نتجنب أكثر من 50% من الأعراض الجانبية لهذه الأدوية. طيب دكتور، في كثير من الأدوية اللي نقدر إحنا نحصلها في الصيدليات بدون وصفة طبية، هل في نصايح أنت تقدر تعطيها للمستمعين بخصوص هاي الأدوية؟ يعني إحنا عايزين نأكد إن سهولة الحصول على الدواء في الصيدلية يرجعنا برضو إن إحنا نتعامل معاه إن هو دواء لازم يكون عن طريق استشارة الطبيب. ما فيش مشكلة إن أنت تاخد الأدوية، بس استشير الطبيب عشان تتأكد إن أنت تاخد الدواء الصح وما يكونش فيه تفاعلات. يعني عندنا أدوية كتير جدا، أنا بس الوقت ما يسمحش إن إحنا نتكلم فيها في كل، لكن في أدوية ساعات بتزود مثلا سيولة الدم فيبقى المريض أكثر عرضة إن هو ينزل، أو مثلا العكس يكون بتقلل سيولة الدم يبقى المريض أكثر عرضة إن يدخل لا قدر الله في جلطات. وساعات يكون في تضاد في الأدوية فأكنك ما بتاخدش الدواء بالفعل. ساعات بتؤدي إلى مضاعفات أكثر، ممكن يكون فيها دخول مستشفى أو لا قدر الله الوفاة. فإحنا دايما بننصح بالذات فئة كبار السن لازم مراجعة الطبيب على الأقل مرة كل 3 أشهر. وأول حاجة بنبدأ فيها في مراجعة الطبيب هي مراجعة الأدوية. احنا دايما بنهدف ان احنا نقلل الادويه مش ان احنا نزود ادويه. يعني الطبيب اللي بيقلل الادويه بطريقه ممنهجه صحيحه هو طبيب ناجح ان شاء الله. فدايما بعض الزيارات بتخلص ان احنا بنقلل الادويه مش لازم نزود ادويه. طيب دكتور، انا دايما عندي سؤال يعني يدور في بالي، ان هل في دواء يخالف عمل دواء اخر؟ هل في هاي النوع من الادويه؟ يعني هذا الشيء مهم ان المستمعين يعرفون ان في بعض الاحيان في ادويه تعارض مع الادويه الاخرى، فهل انت توافقني هذا الراي؟ طبيعي جدا يا فندم، طبعا في الادويه في ادويه بتبقى ماشيه في ادويه بتساعد بعض، يعني الدواء الالف والدواء باء الاثنين يعطونا مع بعض افكت عالي، وفي برضو ادويه لا بتتعارض مع بعض، الدواء الاول والدواء بقى الاثنين بيعكسوا بعض، اكيد ما بناخدش الدواء او ممكن حتى يجيب لنا مضاعف. فلا بالفعل فيه الكلام ده، فالمستمعين ما يعرفون ان حتى لو هم اخذوا الادويه من الصيدليات بدون وصفات في نهايه الامر في بعض الادويه تخالف ادويه ثانيه وهم يمكن ما يكونون على علم فيها، وان حتى يعني الصيدلاني اللي بيعطيهم الدواء الف يمكن ما يعرف انه هو ياخذ دواء باء. فهني اهميه الاستشاره قبل ما انت تاخذ اي نوع من الادويه، حتى الفيتامينات والمكملات هذه المفروض الواحد يعني يكون على تواصل مع طبيب المختص ويخبره ترى أنا أخذ هذا وهذا وهذا وزدت هذا في أدويتي. صحيح، عارفة إحنا ساعات بنقول أفضل حاجة أن يكون في زي شيء صغير بسيط جدا بيحتفظ به المريض أو أحد أقاربه، بيكتب الدواء اللي بياخده، إيه سبب الدواء اللي بياخده، الجرعة اللي بياخدها كم مرة، وفي كل زيارة لأي طبيب بتيجي بنفس الورقة ديت، أو لو حاليا يسهل علينا الموضوع وجود الإلكترونيك ميديكال ريكورد إن تبقى الأدوية موجودة، أنت بس بتجيب الأدوية اللي بتاخدها من خارج أو من الصيدلية بحيث إن الطبيب بيضيفها أيضا. أنا أذكر في مريض كان يزورنا كان دائما معه ورقة صغيرة كاتب فيها كل الأدوية اللي ياخذها، ولما كان يدخل على الطبيب كان يراوي يقول له ترى أنا أخذ هاي الأدوية. فكان يعني هاي التصرف هذا أنا وايد كنت حابتنا من هذا المريض، وكان أنصح فيه الباقين أن نسووا نفس الشيء، احتفظوا بورقة فيها كل أدويتكم وعطوها لأي طبيب أنتوا تدخلون عنده. مظبوط يا فندم. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا كتير بيجي لنا مرضى في العياده عندنا في مركز استعراض كبار المواطنين، ساعات بتبقى الشكوى الوحيده يا دكتور انا باخد كل الادويه دي، وتفاجئ ان المريض فعلا بياخد ما يقارب 12 دواء او ايفن اكثر من كده. كل اللي احنا بنعمله بنراجع الادويه، بنراجع التاريخ المرضي للمريض، بنشوف ايه هي الادويه اللي بنحاول نبقى عليها وايه الادويه اللي بنبدا نشيلها، ونعمل زياره ثانيه كمان شهر ونتاكد ان الوضع احسن، ونبدا تاني نتتريت ونقلل شويه الادويه شويه بشويه. والله العظيم يعني بلا مجامله اغلبيه المرضى بيتحسنوا فقط مع ازاله الادويه اللي ملهاش لازمه، مش هنقول باضافه ادويه، لا ازاله الادويه اللي فعلا الناس تفكر ان هي فور لايف تمشي عليها، لا كل وصفه دوائيه ليها فتره وتنتهي. نعم. وطبعا دكتور ممكن ناخذ منك نصيحه اخيره تقدمها لكبار المواطنين فيما يخص الادويه وتعدد الادويه. تمام. احنا هناكد برضو ان لازم مراجعه الادويه، لازم التعامل مع الادويه بحرص، بالذات في كبار السن بعض الاحيان بياخد الدواء وبينسى انه اخذ الدواء وياخده مره ثانيه. ففي بعض الحالات بنقول الافضل ان احنا بنستخدم زي الميديكيشن بوكس
او اي الارم صغير بحيث تكون عارف ان انت اخذت الادويه بتاعتك بطريقه سليمه وصحيحه، زائد مراجعه الادويه. يعني مش عايزين حد يستمر على ادويه اكثر من 3 شهور من غير مراجعه الطبيب. الحاجه الثانيه عند اضافه اي دواء او اي وصفه من زميل، بعض الناس بتقول لك لا تسال الطبيب واسال المجرب، بيوصفوا البعض بعض الادويه، ما فيش مشكله ولكن عن طريق استشاره طبيبك، انا سمعت كذا او هزود الدواء دوت، شو رايك يا دكتور؟ دكتور هيثم حسن مرسي، اخصائي اول طب المسنين، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمه، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. طبعا أمن كان معانا الدكتور هيثم أخصائي أول طب المسنين، وعطانا العديد من النصائح المهمة والضرورية عن تعدد الأدوية. أنا أزيد على نصائحه أن من الضروري جدا أنك أنت إذا بتروح بتسوي أي إجراء أو أي عملية جراحية تخبر الطبيب الجراح بقائمة الأدوية اللي أنت تاخذها، لأن في احتمال واحدة من الأدوية اللي أنت تاخذها المفروض أنت توقفها قبل ما تسوي هذا الإجراء، لأنه ممكن يسوي لك سيولة في الدم وما إلى غير ذلك. فالواحد ما يستهين في الأدوية اللي ياخذها، ودائما يكون عنده قائمة بالأدوية اللي ياخذها، ويكون على علم بالمستجدات لها. طبعا مستمعينا كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن نكون عن حسن ظنكم، وأتمنى أنكم استفدتوا ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأخت نجاة السويدي والمخرجنا المبدع وائل قواسمة، وطبعا كل الشكر والتقدير لك آمنة. ومعاكم محدثتكم دكتورة هند العواضي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.